السلام عليكم خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. هذا الفيديو يوقعكم بخير وبصحة جيدة كما راكم تشوفوا اليوم. ان شاء الله بغيت نبارطاجي معكم الصبيحة نتاعي، الفطور نتاعي، شنو درت الفطور، كيف هو الصبحة نتاعي مع هذا الحظر تاع الخرجة اللي رانا فيه. ربي ان شاء الله يبعد علينا البلاء ويبعد علينا هذا المرض ان شاء الله، وهذا الوباء ان شاء الله يبعدها علينا. وش نقول لكم خواتاتي، لازم يكون عندنا الكوراج ونشد ولادنا في الدار. على بالي بلي مشي سهله، بصح لازم ولادنا نشدوهم في الدار، لان الاطفال هما اللي يجيبوه. قال لك زعما يتنقل بالوسيطه نتاعهم، على بيها خلوهم ليزيكول، حبسوهم، ما تخليش ولادك، المهم ما تخليش ولادك يخرجوا، نخافوا عليهم اكثر من يخافوا على ارواحنا. حتى المواد الغذائية ايفيتي تزيفطيهم يشرو لك، ولا تزيفطي، المهم الصغير ما يخرج من الدار لا هي بأي حاجة لا هي بأي موضوع، المهم ما يخرج من الدار. انا بغيت نخرج شوية، نفاجو، نهضروا شوية، نقصر شوية مع خواتاتي. وميم طون راني نوريكم في الفطور اش درت. حاجة الاولى اللي بديت بها، بديت بالمطلوع نتاعي ولا خبز الدار نتاعي. كما شفتوا في البدايه تاع الفيديو، راه جايب لي شكاره تاع سميت، شكاره تاع فارينه. قلنا صايي الخبز تاع برا ما كانش، واحد راه قاعد في الدار، راه قاعد مع وليداته يعجن، ما كانش كيما الخبز تاع الدار نقي ما توشي حتى يد. مع اللي سمعنا نتوما تاني لماماكو سمعتو بلي يهضروا بزاف على داك الخبز تاع برا، بلي توشوه اليدين بزاف، بلي يلم بزاف لي ميكروب. سينو اللي ما يبغيش الخبز تاع الدار ما ينجم يبغيش، كاين سبحان الله كاين ما يبغيش، كاين يبغي الخبز تاع برا، اش يدير؟ يشري من المخبزه، ما يشيش من بلاصه اخرى. من يوصل للدار يقلع هذاك الساشي تاع برا ويديرهم، ديرهم في الساكل تاع الخبز تاع الدار، ما تخليهمش في الساشي نتاعهم، تقليهم دائما الساشي نتاعهم باش ما ننساش الفيديو نتاعي. هنا راني عجنت، راني خلطت، شفتوا راه جايب لي شكاره تاع سميد متوسط، انا وصيت غير الفرينه، هو جايب لي شكاره تاع سميد متوسط تاع 25 كيلو باش ما تقعدليش. راني نعجن بها، المطلوع تاعها يجي شويه ثقيل، بصح اللي يجي يحكمهم الجاير ويحكمهم نتاع الفرينه، انا بغيت على الفرينه يجيني خفيف خفيف خفيف، بصح تاع السميد يجيني شويه ثقيل. بصح معليش ما غاديش خلينا 25 كيلو، ما غاديش نخليها، عارفين السميد مي يطول اللي يخسر لك. الوغ راني درت المطلوع تاع السميد، درت زوج غرفيه تاع السميد، درت معاهم غرفيه تاع الفرينه وخلطت. ويبغي الماء ديري له الماء، شربيه تخي تخي بيان الماء وتخليه يريح بجهه، ومن بعد تعاود تولي له، تعجنيه شويه ماشي بزاف. تامي تسمعيه بدا يطرطق، وبدا دير له مغرف تاع خميره تاع الخبز، وديري له مغرف صغيره تاع السكر، ومغرف تاني تاع الملح تاعك، وتخلطيه. ومن بعد هنايا بديت نعجن فيه، ما قلت لك تعجني حتى تسمعي بداية الطرطق. واحد 5 دقائق 7 دقائق على حساب اللي تقضيه، كل ما تعجني كل ما يجيك خفيف. والفطور نتاعي درت لهم الرز، درت معاه شويه فلفله، شويه زرديه، حبه حبيبه تاع بطاطا، شويه جلبان ثاني كان عندي في الكونجيلاتور. هنا راني نعجن فيه، تعجنيه تخي تخي بيان وتحطيه بجهه، تخليه يطلع. تاع السميد تعجني اكثر من تاع الفرينه. سمحوا لي على الصون اللي كان والمهضره تاعي، داك ولدي راه يلعب في الجو، راني قلت له نقصنا عليا د الصون اللي دايره لي باش ما تسمعوش في ميكون نهضر معكم. قلت لكم درت لهم شويه تاع الروز مرقة، درنا شويه ودرنا الخبز تاع الدار. انا من اليوم الى كتب ربي ان شاء الله الى قدرني تاني ما نزيدش نشيل الخبز تاع برا، ندير خطره خبز تاع الفرينه، خبز تاع الكوشه، خطره خبز تاع الطاجين، كل خطره وكيفاش. وان شاء الله نبارطاجي معكم الوصفه تاع الخبز، شحال من الوصفه ان شاء الله نبارطاجي. ديجا راني بارطاجيه معكم تاع الفرينه، وبزاف بزاف الشيء اللي عجبتهم، وكاين اللي جربوها وعجبتهم. وهنايا هنا نوجد صحه في الحشان تاعي، انا الفلفله تاعي ما شويهش في الغاز بعد ما غسلتها. نوصيكم تاني شيلات تغسلوا الخضره نتاعكم، تغسلوها وتنشفوها، سيرتو هذه اللي ما فيهاش الخضر، قال لك اللي ما فيهاش القشره، اللي زعما ماشي كيما الجلبان تنقيه، الفول تنقيه، مش عارفه البرد اللي فخوي تاني اللي ما يتنقاوش يعني تيفيتيهم. هي قالوا لي هكا زعما الخضره اللي توشى ديريكتومون تيفيتيها، لو انا غسلتها مليح مليح وراني نشف فيها ونديرها في الكوشن تاعي.
انا نشوي الفلفله تاعي في الكوشه، تخرج لي ما استعملش حتى الماء في التنقيه تاعها، نقيها ديريكتومون. كما راكم تشوفوا راني نديرها في الكوشه تاعي. كنا نهضروا على الصغار وعلى الخرجه تاع برا وعلى لهولاتكم بلي جو لهوهم. راكم عارفين القرايه حبسوها شويه بكري، كيما انا عندي 5 اماني. الوغ شادت لها راني نحل هذه ديزيرسيس، نحلها ندير معاها تمارين، ندير معاها مراجعه، ندير معاها بزاف صوالح. هنايا بعد ما خمرت لي الكسران تاعي شفتوها كيفاش طلعت، طلعت غايه 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 كما تشوفوا فيها. دحكمت هذاك البابي فين تاع الاليمونتير، درت فيه شويه سميد رطب، ما درتش سميد المتوسط اللي عجنت بيه، درت سميد رطب، كان عندي شويه سميد رطب درته. وبعدين نقرص الخبيزات نتاعي وخليهم يريحوا، من بعد نعاود نولي لهم باش تاني نعاود نكسرهم. هنا كيما كتشوفوا معايا، هنا راني دلعت منها شويه باش دارت لي 3 خبز، 2 غرفيه تاع السميد وغرفيه تاع الفكر. غرفيه دير لي خبزه، انا درت 2 في الطاجين، وكنت نطيب في الفلفله في كيما قلت لكم طيبتها في الكوشه. هذه هي الفلفله تاعي بعد ما طابت لي في الكوشه، حكمتها ساشي درتهم فيها وخليتهم حتى يبردوا ونعاود نلقيهم ان شاء الله. درت قلت لكم درت 2 مطلوعات ودرت واحده خبزه تاع الكوشه، من الكوشه تاعي كانت شاعله الوغ جي بريفيري ندير واحده تبع، ودرت 2 تاع الطاجين. هنا درتهم في الساشي، غادي تبلعي ليهم وتخليهم حتى يدفاو، ماشي حتى يبردوا تماما، تنقيهم يجوك ساهلين في التقليه تاعهم. ايفيتو تاني من هنا بعد ما خليت الخبز نتاعي يريح، جبت الوراق نتاعي وتنجمي تطاليها غير باليد نتاعك، بالكف تاع اليد نتاعك، سينو باش تسهلي على روحك وتجيك الخبزه كيما قد اختها، استعملي الوراق تورقيها هنايا وتخليها تعاود تطلع. نعاود نور الموضوع تاعنا، واحد ايفيتي الخرجات، ايفيتي بزاف بزاف الخرجات. كيما واحد المتتبعه تاعي ام رؤوف قالت لي رحت نجي داقتها خاويه لاختي، الواحد ما يكونش احنا في الغرب ما عدناش، ولا في وهران ما كانش، ولا ما كان حتى حاله في وهران ومنا ونخرجوا ما كان والو. الواحد مالغري ما كان والو احنا عدنا، وان شاء الله غادي تقعد كيما هاكا ان شاء الله. يا ربي يدعوا معايا الشي ناس. واحد ما يديش كونفيونس، واحد ما يخرجش، ما يروحش بلايصي فيهم الغاشي. قالوا حاضر هادو ما طاولناش الحظ باش نخرجوا فيه، ولا الوغ الواحد ايفيتي يروح البلايص اللي فيهم الغاشي، سورتو من جديده من جديده معروفه باللي هي البلاصه تاع الغاشي. نورمالمون هاد اليامات ما راهش فيها الغاشي بزاف، قالوا لي راها خاويه ما كاش بزاف. انا ما خرجتش، انا من الخميس راني ما خرجتش من داري، ملي ولادي عطاوهم ماشي من الخميس، من الخميس اللي فات، نورمالمون الخميس اللي فات ما خرجتش من الدار. راني قاعده في الدار انا وليداتي، الزوج تاعي يخرج ويجي هو اللي يقضي لنا، حتى ولادي الكبار، ولدي الكبير تاني ماش يخرج يقرا في الثانوي، ما طاهمش النقاط تاعهم. هنا بعد ما خمرت لي خمر لي العجين تاعي درتها فوق الطاجين يطيب، والزوجه تاني دوك بعد نديرها فوق الطاجين يطيب، والثالثه قلت لكم درتها في البلا ودرتها في الكوشه. قلت لكم حتى ولدي تاع الثانوي ما راش يقرا، ما راش يقرا، ما با ما زفطاش باش يجيب النقاط. قالوا لهم غادي نزفطهم لكم باغ بوست. هنايا بعد ما الفلفله تاعي تفات، الاولى كانت حاميه ما قدرتش نقيها كما راكم تشوفوا. ما تستعملوا لا ما تصمتوا الفلفله تاعكم، تخصو تاع الكوشه، تاع الكوشه تغل ديك القشره نتاعها طير غير وحدها، تسهلي على روحك الخدمه وتجيك بنينه، ما تجيكش صنطه تصمطيها بالماء تغسلي فيها بالماء. ولا انا كاع ما نستعملش الماء كما راكم تشوفوا، نقي هذه غيكتومون. نورمالمون حتى تاع البريمير وقالوا غادي لي ريزولطا يديرهم باغ انترنيت، ما نيش عارفه الا منها ولا ما منهاش. انا بنتي عندها 5 اني سنه ان شاء الله، ربي ينجح كاع اللي عندهم الامتحانات. ما نيش عارفه لا منها ولا ما منهاش. ما في الحقيقه انا منها اللي قالوا لهم ما تجوش، ما رحتش ليكول تاعها، ما سقسيتش، ما حوستش حتى من بعد تبان. سينو ولدي تاع الثانوي نحوس عليه، حاولت نشوف النقاط تاعها باسكو كعارفين ثانوي دوزيام اني هو شويه الوضع شويه حساس، تيرمينال كل شيء، تبغي تشوفي تبغي تهني وتطمني كما يقولوا على النقاط نتاعها.
انا هاد الفلفله كنت ناويه باش نديرها العشاء، واحد مين يوقف يوقف على خضره واحده، على ضربه واحده، يدير فطار يدير حشا ويدير خضره واحده. هنا الفلفله هذه انا نقيتها، بصح ماشي الفطور، غادي نديرها في الحشا ان شاء الله. انا بعد ما نقيتها وشوطت ديك الثانيه، نقيت هذيك الحبه تاع الطوماطيس، تشوطيها ديريهم يطيبوا في رحبه، تشوطي ديرهم في الفوق تاعك في رحبه، بتجيك سهله. انا نقطعها ونديرها في، نغطيها بالفيلم المونتير ونديرها في الفريجيدير نتاعي، وحشيه ان شاء الله نجبدها قهوه واجده، وراس تاع جويه بيان سور، فلفله بلا راس تاع جويه ماشي كاع. لازم الفلفله تاعنا تكون حاره، درت لها تاني راس تاع جويه. هنا بعد ما كملت الخبز نتاعي طيبته، لم هذاك السميد نتاعي رطب، رده في القابسه اللي دايرتها انا فيه، وما ما هذاك بابي دو كويسون ما قال ما نرميش، ما قيسيش باسكو راه قاعد جديد. انا دايما نديرها مع السميد ونخليه باش تاني نعاود خطره اخرى، تاني خطره تانية تاني نخدم فيه، جامي نقيس ذاك البابي. صح لا طيبتي فيه في الفوغ وكحالك ولا تقيسيه، بصح سينو هاكا ما نقيش، انا درته دايما ندسه ونعاود نستعمله. هنا حكمت في فيل اليمونتيغ وغطيت هذيك الفلفله تاعي، ونديرها في فريجيدير، وفي الليل ان شاء الله نجبدها نقها واجده، ونزيد معها حاجه خفيفه اللي كتبه ربي ان شاء الله، وهانا تعشينا. هذا هو الخبز نتاعنا كيفاش جاني، يجي شباب، يجي تاع الطاجين. هذه الخبزه تاع الطاجين، وهذه هنايا الخبزه تاع الكوشه. وبيان سور تقعد لك اختياريه، وانت واش تبغي، تبغي تاع الكوشه، تبغي تاع الطاجين، تبغي تزيدي فيها السانوش، تبغي تزيدي فيها الزيتون، تبغي تزيدي سيرتو تاع الكوشه. تاع الطاجين ما ديريش فيها، ديري فيها السانوش سينو داك الزيتون والفرماج ما تقدريش ديري فيها، بصح على الاخرى تاع الطاجين تاع الكوشه بليطو تنجمي ديري فيها الاضافات اللي تبغي دير فيهم فيها. هذا هو الخبز تاعنا تاع السميد المتوسط. كم جاب لي السميد راه ما غاديش نقيسه، غادي ما غاديش نخليه بجهه، لازم نستعمله. انا جو بريفير تاع الفارينه تجيني خفيفه، سينو تاع السميد تاني تجي شابه. نبدلو خطره هاك خطره هاك، هاد الايامات الا كتب ربي ان شاء الله ما غاديش نشيل الخبز من برا. هنايا هذا هو المطلوع تاعنا، والخبز الكوشه تاعنا. نتمنى ان شاء الله الوصفات نتاع اليوم والروتين تاع اليوم تاع الفطور نتاعي راكو اعجبكم ان شاء الله. وشنو نقول لكم الشيرات، نشكركم بزاف على الدعم نتاعكم وعلى التعليقات تاعكم، ما تبخلونيش بلي بارطاج وبلي جيم. وهذا الروس تاعي بعد ما طاب درته صوصي، ما نشفتهش بزاف، درت نصبته غير بالجناح، الاجنحه بالجناحه تاع الدجاج. وهذا الخبز تاعنا، تكون الروس خليته بلا صوص ما نشفتهش. ونشكركم بزاف بزاف على الدعم نتاعكم، وبسلامة الفلوق الجاي إن شاء الله، والوصفة القادمة إن شاء الله. بسلامة، شيرة، تهلاو في رواحكم.